مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج ضيف خاص. واليوم ضيفنا في هذا البرنامج معنا الأستاذ عز الدين بن جلون التويمي، وهو مؤسس حزب اتحاد الحركات الشعبية الجديد. هذا الحزب الذي أحدث ما أحدثه من زلزال سياسي يمكن توصيفه بهذا الوصف، زلزال سياسي أحدثه داخل حزب الحركة الشعبية وما خلفه من ردود أفعال، خاصة من طرف أمينه العام السيد محمد العنصر الذي خرج في أكثر من تصريح يعتبر أن هذا الحزب لا شرعية له. ولذلك نستضيف اليوم السي عز الدين بن جلون مؤسس هذا الحزب، وهو في نفس الوقت رئيس اتحاد النقابات الشعبية. السي عز الدين بن جلون مساء الخير وأهلا بك في قناة شوف تي في. مساء الخير الإخوة، شكرا لقناة تي في على استضافتي، وخصوصا في هذا الوقت بالذات. وأنا مستعد باش ندوي معكم بكل شفافية في أي سؤال ولا أي اللي تيهم الرأي العام، أنا مستعد نجاوب عليه. مرحبا مرحبا سي عز الدين. أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو أنه نحن اليوم نعيش في وضعية سياسية وفي توقيت سياسي دقيق، على بعد أسابيع على استحقاقات انتخابية اللي غدا تكون أكيد في شهر 9، وكاين هذا النقاش اليوم ستخرجوا من حزب الحركة الشعبية. واش التوقيت أولا، لماذا الانشقاق بداية؟ وهل التوقيت مناسب في نظركم باش يكون هذا الخروج وتأسيس حزب في هذا الوضع وفي هذا الوقت الدقيق، الزمن السياسي الدقيق؟ شكرا على السؤال الاخ. هذا ماشي قضية التوقيت بدات هنا، حنا كان عندنا صراعات ما بين اتحاد النقابات الشعبيه ولا ما بين بن جلون تويمي عز الدين ومحمد العنصر، ماشي هذا الشيء راه منذ سنه 1994 من 1994 والصراع بين الامين العام وبن جلون تويمي، ولكن مبني على صراع قبل منه ديال الدكتور تقي الله ماء العيني اللي كان امين وطني مع العنصر، لان لا علاقه لي به. جوابا على السؤال ديالك، حنا من بعد ما درنا جميع الطرق باش نجمعوا الشمل ديال الحركه الشعبيه باش نوصلوا للانتخابات قويين ونقويوا الحركه الشعبيه كيف كانت قبل من الامين العام العنصر. مراوغات ديال الامين العام كانت انا بالنسبه لي كنحسبها مسائل صبيانيه، لان باش يكون انسان امين عام ديال حزب عتيد في المغرب ويتصرف هذوك التصرفات المعادات الخاوين الكذوب، هادشي عندنا بالشهود وبالناس، ان السيد كان عندي اتصالات به اننا غادي نجلسوا وغنحلوا هذا المشكل القائم باش نجمعوا الشمل بحال اللي كيجمعوا الاحزاب، بحال اللي كتشوف اليوم حزب الاستقلال شاب حزب العدل. ولكن تنشوف الامين العام كيشتت الحزب، هو اللي كيشتت الحزب في هذا المناسبه في هذا الوقت هذا، ماشي انا. وكنا وخصوصا انه كسمعني غادي نترشح للامانه العامه، لان العنصر والحركه الشعبيه عندهم خط احمر اللي يتكلم لمنافسه الامين العام، وراه دابا ما تثقوش به، كيف كان تيقول في القنوات كاملين انا ما غنتقدمش للمناضلين، ماشي المناضلين، حيت هو المناضلين اصلا هو غير جميع الحركيين، راه عنده الحق الحركيين اللي معاه ماشي حركيين، حركيين كلهم بدلهم كلهم بدلين، الحركيين الحقيقيين راهما اللي مع بن جلون تويمي عز الدين، ومع بن جلون تويمي عز الدين، لان بن جلون تويمي عز الدين حركي من مدرسه ديال السي احردان منذ 1984، وانا في الحركه الشعبيه وفي المؤتمر ديال 1986 راه كنت عضو مجلس وطني في الحركه الشعبيه. ولهذا ملي كنا مشينا على هذا الاساس كنت غنترشح نفس هو ولا غيره، كنا كندويو وتنديو لما بدا كيراوغ معايا وكيدير المكاتب كل اسبوع يقول لي سيدنا راني في فاس غيدير التلقيح، انت شكون انت باش تكون سيدنا طالع عليك دير معاه التلقيح؟ ها هو فهمتي، هذا الاسبوع هذاك الاسبوع الناس ديالنا طلع لهم الزعف، لان بصراحه عندنا برلمانيين معانا ناس من المكتب السياسي ومن جميع الاحزاب، باقي تنقولها والغاضبين والمطرودين والمقصيين. اجتمعنا وقال لي السي بن جلون حنا خصنا نخرجوا بحزب ديالنا، لان ما يمكنش حنا كنتسناو مقاعد برلمانيه وجماعيه وغرف ونتسناو العنصر، انا حنا مأكدين ما غاديش يعطي التزكيات للناس ديالنا. وفي هذا السياق هذا السي عز الدين، هو يعني في هذا التوقيت الدقيق اللي من المفروض نظريا يعني انه يكون الحزب يعني القوى ديالو مجموعه، ولانه باش يخوض الغمار ديال الانتخابات، وانت
ادرى مني بالحده ديال الصراع اللي كتكون الانتخابات، وحنا على بعد كيف ما قلت اسابيع واشهر قليله للانتخابات. واش نتوما الان يعني خديتوا التوصيل يوم الجمعه الماضي 11 بلاد الشهر هذا، واش عندكم الوقت الكافي في نظركم انكم تكونوا يعني مرشحين باسمكم اللي يمشيو في هاد في الانتخابات ديال 8 شتنبر المقبل؟ هنا اخي غير باش نقول لك، حنا الناس باش دخلنا بعدا بالقوه ديالنا هي الاولى، وغير منذ 11 جوان لما توصلت بالوصل الايداع، انا مستعد نعطيك سوا لو سي دي سميتو لا 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 الايميل ديالنا ولا كلشي، تشوف اش كيوصلني. من توليت انا كنتخوف، كنقول انا ما يمكنش هاد القواعد كلها تجيني، اقسم بالله وما خصناش نحلفوا بهذه الطريقه. هي انا دابا داك القوه الكبيره اللي كتم جايه واللي كنسمع العيون عندنا، تنقول لا خصني المؤتمر ندوزو بسلام. اليوم واحد من المجلس الوطني للحركه الشعبيه، وفي غنقولها كاع، هو في هذا الشيء ديال المؤتمر ديال النائب المال العام، وراه غتفهموا انتم كسياسيين. اليوم اتصل بيا وقال لي الاقاليم كيتسناوك باش تلتحق للقبائل. قلت له بغيت نبدا من عقر الدار ديال الاخ الامين العام، وغنديرها غنمشي لافران بولمان عادي. انا مغربي، انا بغيت نبين للمغرب على ان المغاربه كاملين. يعني لهذ الدرجه وصل الغضب داخل الحركه الشعبيه ملي لقاو هاد النافذه اللي بغينا نقولوا، ولاو باغيين كاملين ينخرطوا ويجيو كلهم ينخرطوا، كلهم غادي ينخرطوا. واش تقدر تعطينا يعني اشكال ديال الخروقات اللي خلقت غاضبين وخلقت رافضين للحركه الشعبيه؟ وكيف ما قلتي في البدايه، واحد الحركه الشعبيه هو حزب عتيد، حزب تاريخي كان عتيد في الوقت ديال المحجوبي احرضان، اما منذ تولي الامين العام العنصر وهو كيطيح كل الانتخابات، الا والدليل هو في 26 دابا. انا المشاركه، انا وكان كان العنصر زعما امين عام في المستوى ديال الامناء العامون، الله السي عبد الرحمن اليوسفي ولا السي بوستا ولا، والله ما مدخل الحكومه انا بكاتب دوله، هذا الدل ديال الامناء العامين، ما ندخلش نبقى في المعارضه، ما ندخلش انا الحكومه بكاتب دوله. يعني هاد الدرجه اللي وصل هذا الغضب هذا بالنسبه هذا غضب خلقه هو، انا ما خلقتوش، انا ديما كنت كنخدم للحركه الشعبيه. انا اللي كنت اتحاد النقابات الشعبيه، من بعد ما تم تزوير مؤتمر اتحاد النقابات الشعبيه من طرف الامين العام ودار نجيب الوزاني وطعنت فيه في المحكمه، ولو كان ما كنتش انا ما ترجعش اتحاد النقابات الشعبيه للحركه الشعبيه، وكان داها نجيب الوزاني لحزب العهد. هو تيقول اني جبتي النقاش على القضيه ديال النقابه، السيد محمد العصا خرج تصريحات هو تيقول ان النقابه لا تمت للحزب اصلا بصله. يا اخي واش نقول لكم واحد القضيه، دابا راه هذا السيد كان انا كنتحدى ان ندير مواجهه امام الراي العام. هاد اتحاد النقابات الشعبيه خص تعرفوا بلي ادريس المرغون الوزير السابق وعضو مجلس المستشارين كان باسمي اتحاد النقابات الشعبيه. رئيسه المراه الحركيه مدام راشيخ متفرغه باسم اتحاد النقابات الشعبيه. مدير الامانه العامه علي اشيبان باسم اتحاد النقابات الشعبيه. خال منصوري اللي كان وزير ديتاشي باسم اتحاد النقابات الشعبيه. راه ما حاسبناش هذا، راه حنا عطيناه ما عطاناش، هما داو لنا فلوسنا. الوقت اللي دار نجيب الوزاني خداو من الامانه العامه الحكومه الشاكات صحاح، وعمري ما تحاسبت معاهم، عمري ما تحاسبت معاهم. علاش؟ كنقول حنا حركيين ما نوسخوش وجه الحركه الشعبيه. الان يعني هاد ما يعاب يعني من طرف مجموعه ديال المتتبعين هو انه كيف ما قلت، هو هذا السؤال اللي ربما ما باقي ما جاوبتيش عليه، هو لماذا هذا التوقيت بالضبط ونحن امام ظرفيه سياسيه صعبه تحتاج الى يعني تكاتف جميع الجهود؟ واش من اجل يعني تكسير الشوكه ديال الحركه الشعبيه وتخلق انت حزب جديد بمسار اخر، بالرغم من انه كتقول انكم امتداد للحركه الشعبيه؟ حنا امتداد للحركه الشعبيه، وقلت لك في الاول، قلت لي ما جاوبتيش، قلت لك حنا عطيناها 4 شهور وحنا تنتفاوضوا على اساس غنجلسوا باش نجمعوا الشمل. لكن الناس ديالنا والقانون المغربي بالانتخابات راه الا مشاو تدخلوا مع شي حزب ما يمكنش يرجعوا عندي انا،
دونك خصني نعقد المؤتمر دابا ونخرج الحزب دابا ونستقطب هذوك الناس ديالنا اللي غيتشتوا، الا هو شتتهم انا غنجمعهم. شتي الا العنصر شتت الحركه الشعبيه على الاحزاب انا غادي نرجعها. ما كتشوفش انك تشتغل الان في الوقت البدل الضائع؟ لا الوقيته ملي كيكون تهيئ مثلا انتخابات اللي كتقدر تاخذ تستغرق المده ديال سنه او سنه ونصف. اليوم اننا حنا قدام واحد ما كاملاش 3 شهور، يعني حنا راه تجاوزنا النصف ديال شهر يونيو. يا اخي شوف، لما تكون عندك قوه ويكون عندكم ناس مناضلين، الناس اللي بغاو بنجلون التويمي، بغاو المبادئ ديالي واللي كيعرفوا تربيتي والنضال ديالي. انا راه كنخدم 24 على 24 ساعه، وهذه كنتحدى شي واحد من الامناء العامين ولا الكتاب العامون ديال النقابات، شي واحد تقدر تقبطو. انا راه التليفون ديالي كيخدم 24 على 24. البارح كنت مع مغاربه العالم في 9 الليل حتى لجوج الليل، اقسم لك بالله ونعطيك التعليقات ديالهم اللي درنا معاهم، فهمتي؟ الحمد لله القبول، راه الناس شي ملي تكون شي. انا باش كثر من العنصر اليوم عندي حب المناضلين. انا ما نقدرش نكون في هذا الوقت ديالو هو، راه كان خصو يغادر بدون هراج ولا يمشي في حاله بشويه. كان يمكن له دابا ملي شتي بن جلون تيار قوي فوات ما تنافسو تقول غندي المحكمه والبوليس ولا هو العكس. وجمع الشمل ديالك وكا كنتي بغيتي، ومن بعد عاد سير في حالاتك، جمع الشمل، خذ النتيجه، دخل الحزب. دابا انا اكد غادي يكون ماشي انشقاق، غيكون ضرر كبير للحركه الشعبيه وماشي حتى الاحزاب اخرى. اتونسي عندي ناس اللي متعاطفين معايا حتى من احزاب اخرى، وكلشي التساؤلات شكون اللي معاك. انا ما غنجاوبش المؤتمر ولا غيجاوب، ما غنجاوب حتى واحد، ولكن في المؤتمر انا غير تنطلب شكون اللي معاك. يعني كيطرح هذا السؤال هذا، وانك جميل هذا الحديث ديالك يعني بثقه وبحماس وهذا من حقك، ولكن الاشخاص يعني الشخصيات السياسيه اللي بغينا نقولوا اللي كترفض انك اولا تعامل معهم داخل، اللي ربما انت كنتي معهم في المكتب السياسي ومثلا تقدر انك ترفض انهم يشتغلوا معك في الحزب، وشخصيات اللي كتشوف على انهم من الركائز الاساسيه الاتحاد الشعبي الاتحاد. دابا ما بغيتيش اخ تنساو هذه القضيه والطالبه حتى سيدنا في الخطاب، راه خصنا نبدلوا الوجوه، ما نبقاوش نقولوا بن جلون عنده الفيدا ضامنها، حيدناه، خصنا نحيدوه، هذه خصنا نحيوها. كاينين الناس اكفاء اللي قد يخدموا بلادنا، اما هادو بالنسبه ليا كلهم ما كاينش واحد خدم البلاد، كلشي كيخدم مصالحه. راه الناس بغاو التجديد وسيدنا طلب التجديد. هذا كلام صعيب السي عز الدين، بعدا غير باش نفهم، يعني هاد الناس كيخدموا مصالحهم، يعني كاينين هادو ناس في حزب الحركه الشعبيه. ماشي غير الحركه الشعبيه، راه كاع راه سيدنا راه قالها لهم فمه، ماشي انا اللي غنقولها، سيدنا راه قالها لهم، قال لهم راه باز اللي كتوقفوا في الدور الاحمر وتشوفوا المواطن. والسينا قالوا غير يضرب فيهم وصافي دوا معكم كفا. ما يمكنش حنا نحل عينيه، ولدي حل عينيه لقى العنصر وكبر وتزوج ولادو طالعين كيلقاو العنصر. راه ما كاينين رجال اللي يسوقوا البلاد، اللي ماشي يسوقوا البلاد، يسوقوا الاحزاب ويسوقوا الوزارات، اما البلاد راه عندها جلاله الملك. كاين اللي كيطرح كيتساءل هو انه السي عز الدين بن جلون ربما لم يحظى باستوزار ما في هذا الزمن هذا اللي قضاه كامل، وكاين واحد النوع ديال حتى الحركه الشعبيه ربما واش هذا سلوك مرتبط بها ولا النسق السياسي هو كداير، هو انه يصبغ مجموعه من الطاقات والتكنوقراط يصبغوهم بالحركه الشعبيه، ربما هذا هو اللي بقى فيك الحال. لا 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 حاشا، ما استطعتيش انك تستوزر. شوف نعم، الوعد اللي عندي مع المناضلين هو ان بن جلون عز الدين الوطنيه اللي فيه، واليوم كنقولها من عندكم من شوف تيفي، وغنقولها في القنوات اي قناه تستضيفني غنقولها الكلام، بن جلون عز الدين ما غيتقدمش للبرلمان، بن جلون عز الدين ما غيقترحش غيشوف الوزاره، بن جلون عز الدين انا ما غنديكش ذاك الخدمه اللي دار العنصر ولا وحدين اخرين، انا ما غنديكش الجهه والبرلمان والوزاره، معلوم عمر الحزب يمشي. زعما ما كنلوموش، نقدر نقول لك واحد شويه ماشي نعطف عليه، ما العطفه ما نعطفش عليه لان هو ما كاش وكنقطعني، ولكن انا ما داير مع والو، كندير مع السياسه، انا ما بيني وبينه غير الخير، باش يوصفني بمريض؟ وشكون اللي مريض؟ شكون اللي كيتناقضها وما عندي التفريغ ديال الكلام ديالو في ذاك القاعه اللي دويتي؟ هو حزه في نفسه كيف ما خرج والعهده على الراوي، يعني حزه في نفسه هو ما سماه بسرقه اسم الحزب.
وتسمية حزبكم الجديد باتحاد الحركات الشعبية، وهو هذا توصيفه، وقال على أنه يجب في شخصكم أنتم السعيد ديال الجنون أنكم تمشيو وتشوفوا الطبيب. إلا قال غنمشي نشوف الطبيب راه خصو هو اللي يمشي يشوف الطبيب، لأن غنعطيك دابا ها هما كاينين، كاين التفريغ ديال الحوار العنصر نهار 14 مارس 2019 في قاعة ديال اللي كنتي وفيها مشيتي وسجلتي مع هذاك النهار، كيقول لهم بنجلون تومي عزين كاتب عن اتحاد النقابة، هو نعطيك أنا دابا الكوبي ديالو وعضو مكتب سياسي بقوة القانون، لكن هكذا لكن السي بنجلون ما فخباروش بلي تعقد مؤتمر، وكيفاش انا عضو مكتب سياسي بقوة القانون وما نسيقش خبر المؤتمر؟ علاش يدفعوا عليا الميكرو انا نعطيك التسجيل ديالو باش نجاوبه؟ يلا الو ملي تتقول هذا الكلام وما فخباريش وما زلت اتكلم بالعضويه ديال المكتب السياسي، علاش كتقول هذا الكلام اليوم؟ علاش نطي من هاد 11 وخصوص من 11 اليوم هذه 3 ايام هذه اسبوع ما عرفناش الاسبوع الجاي اش غيوقع فيه، ما عرفتش من بعد هذا الحوار معكم اش غيدير ليا، ولكن راه ما غنخافش كونوا ياك الصراع السياسي وفيه الحوار ما فيه شي حاجه اكثر من الحوار. لا ملي نوصلوا للبوليس شوف ملي نوصلوا للبوليس واسمح لي الله يخليك ملي نوصلوا للبوليس وبملف زجري واو شنو زجري غيدو مع بنجلون تومي عزين اللي كاتب عام مؤتمر بحكم قضائي باسم جلالة الملك بالتعيين الملكي باسم جلالة الملك باستدعاءات من طرف القصر الملكي وعضوية المكتب السياسي بقوة القانون باش اتحاد النقابة على الاسم رحنا الدراع النقابي كنا ديال الحركة الشعبية وسميتنا اتحاد النقابة الشعبية، علاش ما نقولش هو اللي دا السمية ديالنا؟ غيقول لي هو اللي سبق انا اللي اسسهم جوج هو الحرضان ماشي العنصر، وما عمرو كان حزب في وزارة الداخلية سميتو اتحاد الحركة الشعبية، ووزارة الداخلية أكثر من هذه لو كان حزب تما ما غتعطيناش الوصل الإذاعي، راه ماشي الداخلية اللي خدم العنصر ذاك العام الوقت اللي كان وزير الداخلية، هذا راه وزير داخلية من مستوى ديال وزير داخل زعما كيعرف القانون والشرعية ديال أي واحد، راه ما غاديش تجي يوقع لك وثيقة باش يدير لك خاطرك والله ما يعقل عليك، شكون بغيت نكون أنا باش غيدير لي خاطري وزير الداخلية؟ إذا التسمية جات كيف ما قلتي من اتحاد النقابة الشعبية، من اتحاد النقابات الشعبيه بدا تيقول كان عندهم فريق بغاو يسميوه شغل سمي حتى دابا الرجاء البيضاوي سمي انت فريق رجاء البيضاوي اللي شوف تيفي شغلك هذاك، ما لكن شوف تيفي راه شوف تيفي اتحاد النقابات الشعبيه اتحادنا بالحركه الشعبيه الحركه الشعبيه اتحاد الحركه الشعبيه وحده ما عندوش ما يمكنلوش، وكان في عطمه يمشي عند البوليس كان يمشي يديروا زجري ويمشي عند البوليس كان يمشي للمحكمه، وزيدون كان شي دابا بالنسبه ليا حتى الزربه ديالو يتسنى يمكن الداخليه ما دير والو الله اعلم يتاكد يمكن الداخليه عاد غادي تقلب يلا مالك على هاد الزربه تتسنى بنجلون باش تنقد عليه ما فهمتش تسنى كان خصو يكون كان امين عام اللي زعما بالصراحه زين ماشي وقت هادشي اللي ويتسنى خدي توصل يتسنى كاع اللي نفرض عنده الحق اللي نفرض اما ما عندوش يتسنى ناخذ الوصل ونجي للمؤتمر ويطحني، اما دابا والله العظيم ما نبغي نكون في بلاصتو انايا بالله يعني وصل الصراع لهاد الدرجه صافي الله انا نقول لك الله يشافيه وكنتمنى على الله مع السن ديالو من هلي يقولوا لي انت بنجلون اللي فقصتيه، انا ما نكذبش عليك الله يخلي لوليداتو الله يكمل عليه الله يجعله ان شاء الله يبقى طول حياته امين عام، المهم انا ما كيشرفنيش نكون مع هذا المكتب السياسي اللي متابعين 8 منه من اجل نهب المال العام، انا ما تيشرفنيش من يام المكتب السياسي ديال أيه؟ الحركه الشعبيه اييه وراكم عارفينهم نتوما كصحفيين راكم شوف راكم عارفين انا عارفش انا كنتسائل لا لك لا ما كاينش مغربي اليوم شوف كان شحال هذه اليوم ولاو القنوات ولاو الجرائد ولا الفيسبوك كلشي ولا عارف كلشي اليوم دري صغير الى عيطتي لولدي صغير لانك كنت في المطبخ الداخلي لحزب الحركه الشعبيه وعضو لا كنت في لا كنت ولكن شوف الحوايج الاخرى اللي كدار داخليه والاقتراحات ديال الوزاره كدار ما بين العنصر وامسكان وحليمه نبقى نقولوا انا كنقول لهم بالسميات مالنا كنكذبوا هادو هما الثلاثه اللي كيقروا ودابا زادوا اوزين لانه كيخدم الاوزين تخيل على ان العنصر الشريف الى طازكي الى زعما رشح خلاه يترشح غيكون عار انا الله يسهل علينا ما بقيتش حراكي بعدا خلاه يترشح شكون شوف غالبا الخدمه اللي كنشوف انا والله هو كيخدم الاوزين علاش اوزين حيت نسيب حليمه
حيت حليمه هي اللي كتقرر في الحزب. حليمه كتقرر. وتصفونها كنت هما ينصفونها بالمرأة الحديدية. أنا لا أنا لا أصف أنا لا كنتم تصفونها بالمرأة الحديدية. أنا لا أصفها بالمرأة الحديدية، لم أتعامل معها ولو دقيقة المكانة. ولكن ولكن امرأة اللي مثلت الحركة الشعبية. ماشي مثلت، لا الله يخليكم. نعم. ما مثلتش الحركة الشعبية. أنا ما باغيش ندخل في مواضيع أخرى. جات في 2002 للحركة الشعبية، راجلها الله يرحمه وفعلا القايد اللي ما كانش ما يعرفوش وما نكذبوش على الله. وهي ما عطات والو للحركة الشعبية. كيفاش دخلات ولات مسيطرة على الأمين العام؟ أنا ما أنا زعما هنا الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم الغيب. أنا كنتحدث على حزب سياسي، باقي كنتحدث على حزب سياسي. إيوا إيوا حتى أنا كنقول على حزب سياسي، أنا كندوي لك على على السيطرة. لا ولكن سيطرت على الأمانة العامة والأمين العام. وهادي راه كلشي كيقولها وكلشي عارف علاش ماشي بن جلون عز الدين. انا ما بيني وبينها حتى حاجه وما تعاملتش معاها في 2002 فاش دخلت. ولكن ملي تولي اختها بنتها تبروبوزا للوزاره بس نسيبها يدخل للوزاره يتبروبوزا يكون امين عام رغم ان سيدنا عفاه ولا ولا والمتابعه اللي عنده راه ما نازله في ديال ديال دي 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 المال العام ولا اسمح لي باش نسرعوا. وهذا الحزب ديالنا غنزيد لك واحد الاضافه، ناهب المال العام ما غيترشحوش بسميتنا، غيكونوا هانين. شكون ما بغى يكون نوعه ولو نعرفوا ماشي غيجيب منصيب، حيت انا ما بقيتش غنامن بهذا ضامن بلاصتو، راه ما كايناش. غير تحيد من حيدوها من الدماغ ديالكم ان هذا شوف ضامن المقعد ديالو خذو، ما كاينش اللي ضامن المقعد ديالو. اليوم الشعب وعى، اليوم واخا شي غادي يصرفوا الفلوس لان الناس هما سعاوا الناس ما عندهمش 10000 كيدير مسكين العجب، ولكن كونوا ميقنن. وحنا هذه الحمله اللي غتكون واخا ياخذوا الفلوس ما غيصوتوش لذاك الحزب، حيت صافي كفى هلكوهم سالينا. كنتمناو كنتمناو يكونوا تكون يكونوا كفاءات حقيقيه هي اللي هي اللي هي اللي تفوز وما يكونوش الى 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 شوف انا من هنا كنطالب الشعب المغربي باش يمشيو مازال الوقت يتسجلوا وما يتراجعوش على التصويت ويصوتوا، ولكن اياهم خاصهم جديد. راه عمر طبله ما كتصوب بالخشب القديم، بغيتي تصوب طبله راه ما غتصوبهاش بالخشب. كاين كاين اللي ممكن يقول السي سي عز الدين، السي عز الدين كاين اللي ممكن نقول على انه لانك الان حزب جديد تقول مثل هذا الكلام. إيه. وربما حتى انت من غادي يمر واحد السنه ولا سنتين غنوليو امام واحد الخطاب اخر مغاير تماما لهذا الخطاب هذا اللي كتدلي به اليوم في قناه شوف تي في وهذه الحرقه اللي كتحدث بها. يا اخي بن جلون عز الدين هو الارث ديال عبد الكريم بن جلون التويمي اول وزير العدل في المغرب، وسيروا سمعوا واش دخل الحكومه من بعد، لان عندنا حنا ناس المبادئ. خذوا الحاج محمد بن جلون التويمي راه هو مؤسس ديال الوداد لو مير دو كازابلانكا، راه الناس ما كنخدعوش لا بلادنا لا صحابنا لا احبابنا باش نرتاحوا. وتنتمنى على الله ان تقولوا النهار قالها في شوف تيفي حنا شفناها. راه قلت لك ما غنترشحش للكتابه للبرلمان وما غنترشح وما غنقترحش راسي للوزاره. وغاد يمكن تقترح عليا السؤال غتقول لي يمكن ما كايناش ديمقراطيه في هذا الحزب باش تكون امين عام. تنقول لك في حاله ما، ولكن انا عندي يقين بالنسبه اللي كنشوف الناس الحمد لله والله العظيم الا مجموعين عليا غير الناس اللي معقولين، الناس اللي مخلصين، الناس اللي كيموتوا عليا. يعني مثلا واش تقدر تعطينا يعني بروفايلات ديال الاشخاص اللي كتشوفهم انهم ممكن يكونوا ممثلين للحزب الجديد اتحاد الحركه الشعبيه في البرلمان مثلا؟ شوف يا اخي المغرب راه فيه بزاف ديال الناس اللي وازنين، الناس اللي هذا راه ما تيعطيهمش هما الفرصه. وفين ما كيبان انا منهم واحد، فين ما كيبان عنصر يمكن له يكون احسن من ذاك الامين العام والله لا كاين، وانا العكس والله اللي لقيته احسن مني تنقدمه. هذا كلام يمكن لنا الا نصفقوا ليه، ولكن نتمنى يكون على ارض. وما عرفتش كيفاش ندير معكم، راه ما كنواخذكمش انكم عشتيهم على الكذابه. انا ما كنكذبش اصاحبي، راه هذا هو لافونتاج اللي اكتشفوا فيا الناس، راه ما كنكذبش، راه ما باغي والو. لا لان راه باغي الوطن. انا كنقول كلام ديال انا صحفي، انا كنقول كلام يروج يعني وما يعني عهدناه على الخطاب السياسي هو انه دائما قبل الانتخابات كيكون خطاب وردي، خطاب كله انا متفق معاك، ولكن شوف 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 ولكن ما ان كتجاوز مرحله الانتخابات كنت هذاك البرنامج ما كنعاودش نشوفوه اصلا. لا لا ولكن لا لا يا ربي يشوفوه في التلفازه يحضر. وقلت لك انا فعلا جاوبتك بطريقه اخرى، قلت لك شوف التربيه منين من ربي، شوف شوف الاصل. نعم. شوف الاصل، راه اللي ما عنده اصل راه ما عندك ما دير ليه انتايا.
شوف الاصل، راه ما جيش انا الحزب باش يعطوني الفلوس، راه ما جيش باش نترشح، راه ما جيش، راه داكشي اللي عندي عندي في الدم وفي عائلتي، وهادشي راه ما خافي حتى على واحد، راه معروفين الناس. في القضيه ديال 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 انه الحركه الشعبيه يعني كتوفر على مجموعه ديال الان خصوصا السي امزازي اللي تم اصباغه في نظر انت عشتي المرحله ديال القدوم ديال السي امزازي وهذا، كيفاش كتشوف الاداء ديالو اولا؟ واش ممكن يعني واش تصحح لنا الفكره ديال انه راج خلال يعني الايام القليله الماضيه انه السي امزازي توفر على جنسيتين، انتما واش غادي نقول لك انا بحالي بحالكم سمعناها كذبها العنصر وبما ان العنصر كيكذب حتى عليا ما نقدرش نقول واش هذا الشيء صحيح ولا غلط، فهمتي؟ لان كذب عليا في معادات بزاف واقتراحات بزاف، اذا حتى هذا بالنسبه لي ما خصنيش ما نقدرش نثق به. وبالنسبه للامزازي باش يمشي للامانه العامه مستحيل. لا الاداء ديالو كوزير الخارجيه، الاداء ديالو كوزير ما نكذبش عليك شتي في هذا الكوفيد تعرقوا بزاف ديال الوزراء وتعرقوا بزاف مازال، وحنا راه درنا برنامج ما بعد الكوفيد، ها هو تحط السي بن موسى وها اللي تحط للديوان الملكي وها اللي تحط للسي رضا الشامي باسم اتحاد النقابات الشعبيه. اتحاد النقابات الشعبيه. باسم اتحاد النقابات الشعبيه، هذه راه سابقه في التاريخ ان كان في المغرب ان حزب كيأسس نقابه وخرجنا اليوم بنقابه كتأسس حزب. واش 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 هذه ما كاينش، واليوم وعقلوا عليه عاوتاني من بعد غيبغيو يتفرغوا الاحزاب من النقابات، وعقل شنو يوقع. يعني في هذا النقاش على النقابات استاذ بن جلون البارح او اول امس خرج بلاغ ديال 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 فك الارتباط ديال حزب ديالنا النقابه اتحاد النقابات الشعبيه مع حزب الحركه الشعبيه، وخرج ذاك البلاغ اللي كيقول انه يفك الارتباط معه ويلتحق مع حزب اتحاد الحركات الشعبيه. هذه الضربه هذه اللي واش ما كانش ممكن تاجلوا النقاش على النقابات من بعد؟ ما يمكنش. شوف لانه ضربات متتاليه، يعني الحركه الشعبيه الله بغى يستوعب انه راه كاين اشخاص خرجوا منه واسسوا حزب حتى الدراع النقابي لحقته بكم. حنا كنحترموا القانون، بما اننا دخلنا في تاسيس الحزب ما بقاش عندنا الحق نكونوا في حزب اخر، راه قلت لك قبيله، بما ان الناس اللي بغاو يجيو يلتحقوا ما يمكن لهمش يكونوا مع الحركه غدا ينجحوا ويجيو عندنا، هذا قانون خصنا نتبعوه، وحنا راه كنطبقوا القانون بالحرف، بما انهم وقعوا معايا باش انا قلت سولتني واحد القناه قالت لك واش النقابه؟ قلت لهم عندي يقين انا ما يمكنش انت سينيتي كمؤسس في الحزب وانت مع اتحاد مع الحركه الشعبيه. انا راه جلست في الاجتماع والله داك كنتفلى وكنضحك زعما كنشوف فيهم كيف، ولكن الحمد لله والله الا عندي ثقه في الرجال ديالنا وفي المكتب، والله العظيم الا خرجوا ببلاغ وانا فرحان وقلت الله ماشي زعما باش يديروا لي خاطري، عرفوا المبادئ عرفوا القانون فين كاين عرفوا، وشوفوا لو كان ما يكونش كاع الحزب كون ميقن اننا حنا كاتحاد الحركات الشعبيه غير في اسم حتى هما كيبغاو يسميوه داروا في البرلمان، حنا كاتحاد الحركات الشعبيه غتكون عندنا قوه اللي غننجحوا الحزب اللي بغينا. فهمتي المعنى ديالها ولا لا؟ القوه ديالنا الحزب اللي بغينا غندوزوه حنا، لان كتعرف باللي الجاليه المغربيه فيها 6 مليون عمر شي حزب ما اعتنى بها. كاين حزب العداله والتنميه اللي عنده الجاليه ديالو لا 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 ولكن لا لا هذا سؤال. شوف ما كاينش حزب في المغرب اللي دخل الجاليه المغربيه للهياكل الحزب الهياكل ما تيدخلوهمش. كاين عندنا مكتب جهوي مكتب هذا انا لا بشكل مؤسساتي انتم تعاملتوا معاه. الجاليه المغربيه غتكون عندها العضويه في المكتب السياسي، غتكون عندها العضويه في المجلس الوطني في اللجنه المركزيه في الترشيحات مع مناصفه ان شاء الله مع سميتو مع مغاربه. اليوم كاين نقاش حول السي عز الدين، كاين نقاش ديال مجموعه ديال الاحزاب التي ترى في ان برنامجها هو تقرير لجنه النمو لجنه النمو وتكتفي بهذا القدر. انتم كحزب جديد الان بهذا النفس وهذه الحرقه اللي كتحدث بها، واش عندكم مشروع بعيد الا بغينا نقولوا على تقرير لجنه النموذج التنموي؟ انا قلت يمكن غنعطيك البرنامج ديالنا هو غتحط للسي بن موسى، ها هو غنعطيك واحد منه ونقول لك ان من هذا البرنامج دازوا في خطاب ملكي ثلاثه ديال الاقتراحات ودازوا في الحكومه اربعه ولا خمسه ديال الاقتراحات ديالنا، ونقدر نعطيك الكوبي نخليها لكم في شوف تي في. مرحبا. تبقى لا يتلقى لي السي العنصر على برا. مرحبا.
مرحبا. يعني تم الانصات لكم في اللجنه، في لجنه النموذج التنموي، وكما قلت انه وشكرني السي بن موسى، صار رساله شكر هي عندي، شكرني على النموذج اللي عطيناه والبرنامج اللي سميناه حنا. المهم ما خصناش نقول كيفاش سميناه، لان حيت ديما تيحلوا كيف بغاو. احنا بغينا واحد المشروع ان شاء الله اللي خدمنا لسيدنا مثلا ويس. مثلا تقدر تعطيني رؤوس اقلام كبرى، يعني المعالم ديال 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 التغيير في البلاد، يعني شنو القطاعات اللي كتشوفها اولويه واللي اقترحتوها نتوما على لجنه قطاع؟ شوف شوف، قطاع التشغيل خصنا نخدموه، القطاع الاقتصادي خصنا نخدموه، بانني رجل اعمال انا راه جاي حتى دي بروجي، كاين دي فيديراسيون. انا راه ما غنديرش اقطاب مع الاحزاب، انا غندير اقطاب مع الفيدراليات ديال ماشي ديال كل قطاع قطاع. انا هكا الى حزب ديالنا ان شاء الله كان غندير فيدراليات اللي غيداوي فهمتي، نجمعوهم ان شاء الله. يعني وغادي وعندي بقى ديال وشوف شوف باش ما يقولوليش انا عاوتاني ندوي باحزاب. اش كيقولوا؟ انا زعما داخل بهذا البرنامج، إذا كانت شي يد خافية كتزمط عباد الله، أنا بعدا ما كنظنش. أنا حاجة بصح، ولكن غيقول قالها بن كيران قبل منك. أنا إلا ما شفتش أنني يمكن لي نجم داك الشيء، والله تنحط بصح السوارت. ويا ربي هي نبغيها ولا تاخذ موراهم 7 المليون. شنو؟ لا كون ميقن. شوف ما كاينش غندوندو بالسمية، ما كاينش بالجنو التويب اللي خدا ريال من الحكومة. يعني الوقت كيدارك ناس سي عز الدين، يعني في كلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقول السي محمد العنصر؟ قلتها للناس، كنقول العنصر سير قبل الانتخابات ديالك، وكان كنتي ذكي تيبقى عز الدين من أصل حركي وغيمشي بمرجعية حركية. لو كنتي كتشوف بحال الأمناء الآخرين راهم ما تيمشيو يديروا أحزاب وكيجمعوا الشمل معاهم، لكن هو ما خلاش خط جمع الشمل. هو ما يقدرش، شوف هو ما كانش يقدر يجمع الشمل ديال الناس ديالو. كنت نتمناه وكان بصح امين عام في مستوى اخر وقت ديال السياسه ديالو، يقول لهم خليت بن جلون لان بن جلون غيقدر يستقطب لي الغاضبين ومن بعد نجمعوا الشمل ديالنا. لكن انا كنقول لك دابا وخا يخمم فيها، حيت ملي قلتها دابا للراي العام انا ما غنديرهاش معاه، وما غنديرش شي يدي في يدو من ناحيه السياسه نهائيا. من غير باغي نقولها الى القواعد، حيت كنقول لك واحد القواعد حركيه ما نساوهاش، الى بغاتها في سبيل بلادي نديرها. والانعقاد المؤتمر، انعقاد المؤتمر بين القانون الشريف، واش ممكن غادي ديروها عن بعد ولا غادي يكون؟ لا على حسب. دابا كتشوف ان الحمد لله التراجع ديال الكوفيد وداو الكمامات وهذه، يمكن غنديروه تقريبا. دابا كنا كنعولوا على 800,000 اللي خصها دار، ولكن ان شاء الله الى من هنا، حيت ما كتعرفش شو اللي كتعجبنا الحكومه يقدر يخرج دابا لقى بلا خرج. وراه حنا باقي في حاله الطوارئ زعما، ماشي دابا نخرجوا نلقاو بلاغ، يمكن نلقاو بلاغ ونديروه كبير حتى حنا. لان والله العظيم اليوم قال لي السيد ما شي راه جاو يجيو بصح القواعد الحركيه الحقيقيه كلها ديال اللي قلتي ديال القبائل، واقسم لك بالله ودرت غير الذكرى احرضاني تيجيوني والله العظيم تيخصهم يحبسوا الطريق من هنا مع التلفاس ولا الرباط ولا الاطلس. مرحبا. اذا جينا لقينا نهايه هذه الحلقه السي عبد المجنون، شكرا على القدوم ديالكم الى قناه شوف تي في. مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في، كان معكم جمال الديابي والسيد مؤسس حزب الاتحاد الحركات الشعبيه السي عبد المجنون، الى اللقاء. شكرا. كذلك كنشكر بدوري شوف تي في على العنايه بحزب اتحاد الحركات الشعبيه ان شاء الله، اللي في اطار التاسيس اللي يقولوا راه بدا كيتكلم ان الحزب كاين قائم بالذات، وان شاء الله رانا غنشارككم واي حاجه ولا غنظن. مرحبا.